اذا سعداء بلقياكم سيداتي سادتي انستاتي اعزائي النظار الكرام في هذا النقل المباشر في صفحتنا المتواضعه الفجر سبور بالضبط من قاعه موليوس مدينه خريبكه من اجل نقل اطوار الدوره العاشره من القسم الوطني الثاني اللي كتجمع بين مولوديه خريبكه و امل بوفلوس الخنيفري منو مشات لعند عصام عصام عند عبد العاطي يا 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 اخيرا 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 مولوديه خريبكه كتسجل بعد كومبين جميل تبادل كروي جميل بين عبد العاطي باريدي صلاح كيختموا مزيان في مرمى الحارس ايوب اللي لولاه لكانت النتيجه تكون اكثر من هدف ولكن 15 دقيقه مشات كره كي هي الاي او جول 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 فريق امل بوفلوس الخنيفري اللي كيعدل الكفه بعد قذفه قويه للاعب ايوب وهي علي محمد الناصري ما كتركش حد الحارس عز الدين وكت المولوديه من تنفيذ الطالبي عند زيان زيان كيحصرها كيهيئها لعند الطالبي دائما طالبي اش غيعمل جميله او يا 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 جول الثاني الثاني المولوديه خريبكه بعد تمريره ذهبيه او تمريره انطولوجيه من اللاعب محمد طالبي اتجاه صلاح وخريب اللي ما وجدش عناء في وضع الكره داخل مرمى الحارس ايوب خطا دفاعي قاتل لفريق كيتدخل بينما عبد العاطي باريدي كيفتك الكره ومرته خطيره يا 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 جول 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 لمولوديه خريبكه من توقيع الزئبقي عبد العاطي باريدي بعد تبادل كروي زميل رفقة اللاعب زيان اللي هيئ له كرة فوق طبق من ذهب والزئبقي عبد العاطي باريدي ما كيوجد ثانيتين ثانية واحدة وفي هذه اللحظات الحكم أمدلوس يعلن نهاية اللقاء بتفوق فريق مولودية خريبكة إذا ما بقى لي إلا أن أودعكم في أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله وشكرا لكم. كانت بعض الصعوبات وبعض المعوقات من طرف ما بغيناش نذكروا ذوك الجوانب الخفيه ولكن على العموم كانوا الدراري في مستوى ضيعوا بزاف الفوتسال ما تيبغيش هذا الشيء تكون حدا المرمى خصك تستغل الفرصه الا ما ماركيتيش غادي تمارك عليك وكنشكر قناه الفجر اللي كتسهر على نقل المباريات وبالخصوص المعلق الرائع وكنشكركم وكنوعدكم ان شاء الله في الروتور ان شاء الله غادي تكون الكلمه سيرتو ان الدراري بداو التربصات ديالهم بداو تيترينيو كان عندنا مشكل ديال القاعه للاسف ما تلقاوش القاعه وحتى الاستقبال كنستقبلوا في مدن اخرين نظرا ان القاعه ديال خنيفرة تجرى فيها اجراءات ديال كوفيد الحقن ديال كوفيد 19 وكندخلوا في المباريات ديالنا ديال اللي كنستقبلوا في مدينه اخرى وهذه في حد ذاتها نقطه سلبيه ولكن ان شاء الله العزيمه والاصرار ديال الدراري ان شاء الله غادي يكونوا غادي يقولوا الكلمه ديالهم في المستقبل. شكرا لقناه الفجر سبور على المشابهه ديالنا. الحمد لله ربحنا الماتش كان في المتناول جاونا فرص قلناهم فريق بوفلوس خلف المباراه الحمد لله هو 3 بوان استمروا على هذه النتائج ونبقاو في مقدمة الترشيح الحمد لله هذا العام حنا مسطرين اننا خاصنا نطلع مع الثلاثة الاولين هذا هو الهدف ديالنا.